فزنا طلبنا المزيد إن خسرنا الكرة نعيد هيا 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 جديد هيا 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 قولوا وصلنا نريد إيهو 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 فريق النجوم نتيجة مباراته 10-0 فازوا بفارق كبير. أنا لم أقل ذلك، النجوم لم يفوزوا. خسروا؟ مستحيل. لا أصدق، ربما كان هناك خطأ ما يا شباب. خسروا 10 أهداف؟ لم يحرز حامل لقب البطولة السابقة هدفاً؟ لماذا؟ ما الذي حدث؟ يقال إن فريق العواصف كان قوياً جداً، انهار لاعب فريق النجوم انهيار الجدار. العواصف، فريق النجوم نعرفهم جيداً، يتميز لاعبوه بمهارات نادرة ولا يصدق أن يخسر 10 أهداف نظيفة. لابد أن هناك سراً ما. ألم يكن سيد معهم؟ أخي سيد لم يلعب معهم. ها؟ تعلمون أن أخي أصيب في المباراة الأخيرة. معلوماته كانت تقول إن فريق العواصف ليس قوياً، ولذلك فضل البقاء على مقاعد الاحتياط حتى يشفى تماماً. وما إن بدأت المباراة حتى اكتشف أن معلوماته ليست صحيحة. قائد النجوم؟ كيف خسروا؟ هذا لا يصدق أبداً. اهدأ يا عامر، فهذا لن ينفع. كيف تريد مني أن أهدأ يا جميل؟ فريق النجوم لا يخسر أبداً، لا يخسر. عامر أرجوك. مستحيل، في فريق النجوم لاعبون غير سيد، لماذا لم يحرزوا أي هدف؟ سيد! لماذا جئت إلي؟ ألتسخر مني؟ أنا لا أسخر من صديق. سيد، ما بك؟ لماذا لم تصد الكرة؟ الخطأ خطأ الجميع، اللاعبون جميعا مسؤولون عن الخسارة. نحن الذين حطمنا أسطورة النجوم، الفريق الذي لم يخسر منذ 40 سنة. لم نقدر منافسنا حق قدره، فهزمنا أمامه بنتيجة مذهلة. شارك أخي في وقت متأخر لإنقاذ الفريق، لم يستطع فعل أي شيء، صبر على ألم الإصابة ولكن النتيجة بقيت كما هي. كرة القدم تحتل الجزء الأكبر من حياتي اليومية، ومع ذلك وقفت عاجزاً أمام فريقي. كل ما بنيناه انهار في لحظة. هذا غير صحيح، سوف يبقى ما بنيته قائماً، المهم ألا تتخلى عن الكرة. سيد! منزل جميل، لكن ألديك أخوة؟ تعرفها، إنها منى. أقصد في هذا المنزل. أنا آسف جدا. أنا وحدي. تعيش وحدك داخل هذا البيت الكبير؟
مجلة الكرة هذه قديمة جدا. صحيح. هل تعلم لماذا تعلقت برياضة كرة القدم؟ توقعت، فنحن لم نتحدث في هذا الأمر. صحيح. توفي والداي في حادث تحطم طائرة. كان أبي وأمي يسافران كثيرا، لم يكن غيابهما عنا أمرا غريبا، ولكنهما خرجا من المنزل آخر مرة ولم يعودا. طفلان مسكينان، كيف سيعيشان وحيدين بعد ما الذي سيحل بهما يا ترى؟ لم يبقى من أمتعة والدك سوى هذه. هذه المجلة القديمة، ليس عندي أي صورة لهما ولو قديمة، ولا نتذكر شيئا عنهما، فقد كنا صغيرين حين فقدناهما. مجلة قديمة، إنها الشيء الوحيد الذي يذكرني بوالدي رحمه الله، ولذلك أحببت كرة القدم. عندما أركل الكرة أشعر بأنني بجانب أبي. وبعد؟ تلك هي بدايتي مع الكرة، كنت سعيداً جداً في ذلك الوقت، لكن كنت محاطاً بأناس يسعون للفوز. علموني أن كرة القدم سبب للفوز بالسعادة، علموني أن أسعى إلى الفوز مهما كان الثمن. أجل، كما فعل ذلك الرجل، ذلك الطماع كميل. ولهذا تحتفظ بالمجلة؟ سيد، أنت تشبهني كثيراً. أنا أيضاً فقدت جدي، وقد كان من أشهر اللاعبين في البلاد كلها. السيد مهران؟ حارس المرمى الأسطوري؟ ثم مدرب النسور فيما بعد؟ إذن سمعت عن جدي؟ كثيراً، بل إنني جمعت عنه معلومات كثيرة. كان يمضي معظم وقته بالتدريب، وهناك من يقول إنه كان ينسى تناول الطعام أحياناً. أنت مثل جدك تنسى عقلك عندما يتعلق الأمر بالكرة. هل تقصد أنني مجنون؟ لا مشكلة، أنا أيضاً تعلقت بالكرة بعد أن قرأت مذكرات جدي التي لخص فيها كل تجاربه. ما رأيك؟ أنا وأنت متشابهان. أنا وأنت متشابهان؟ ما بك؟ ألا يعجبك؟ لا، لم أقصد ذلك. كيف حال والدي الآن؟ بخير، حاله مستقرة. سأذهب مساء لزيارته. أحمل إليك رسالة من والدك. يقول لك لا داعي لأن تشغلي بالك به، والأفضل أن تهتمي بأمور الفريق. لكن يجب أن أذهب إليه. أخبرني أنك ستردين بهذه الكلمات نفسها. هناك أمر آخر. ما هذه؟ هي رسالة لا أعرف مضمونها. عن إذنك يا آنسة. رسالة. ولهذا السبب وقع الحادث وانقلبت الحافلة، لكن لاعبي فريق النسور صبروا على إصاباتهم وتابعوا الطريق سيراً على أقدامهم. ذهبوا للمشاركة في المباراة متجاهلين آلامهم، ولكن اتصالاً ورد إلى الملعب جاء فيه قرار يمنع النسور من المشاركة. كان المتصل هو كميل نفسه. يومئذ كان يحتل منصب نائب رئيس جمعية كرة القدم للمدارس المتوسطة. إنه الرجل الذي كان يتحكم في مجموعة من اللاعبين الشبان. اسمع يا نرجس، أطالبك بالحذر في كل لحظة، حتى لو لم يظهر كميل مدة طويلة، احذري من ذلك الخبيث. يا شباب، هذا هو اسم منافسنا في المباراة القادمة، فريق أبناء الجبل. لاعبو ذلك الفريق يعيشون في منطقة تحيط بها الجبال من كل الجهات. إذن يعيش في منطقة مناظرها خلابة. يقال إن فريق أبناء الجبل يتميز بخط دفاعي في منتهى الصلابة، لم تدخل في مرمهم أي كرة حتى الآن. حتى في هذه البطولة؟ أجل، مرمهم نظيف. يتميزون بتسديدات متقنة،
ومع ذلك لخط الدفاع الفضل الأكبر في وصولهم إلى هذه المرحلة. وجدتها، يبدو أن اختراق دفاعهم الصلب هو مفتاح الفوز عليهم. أي اكتشاف هذا؟ اختراق دفاعهم؟ أتظن أن الأمر سيكون سهلاً علينا. هاي، هل صلابة دفاعهم عصية هكذا؟ أغلب الظن أنه كذلك. إن كان دفاعهم صلباً كالفولاذ فهجومنا صلب كالألماس. ماذا تعني بصلب كالألماس؟ لا شيء يستطيع اختراق الفولاذ سوى الألماس، لأنه أشد صلابة منه. هيا بصوت واحد، عاش فريق النسور! لنطلق عليها الإعصار الرأسي. رامي، أكثر ما تجيده هو اختيار أسماء مناسبة للتسديدات. نعم صحيح، تلك فائدة التدريب. التدريب؟ جربت كل الألعاب وقرأت جميع المجلات وأنجزت أبحاثاً كثيرة عن أسماء ومصطلحات الألعاب. هذا يعني أنك تمضي كل وقتك باللهو يا صديقي. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا بسرعة. ما هذه التمريرة؟ اعذرني، شردت قليلا فأخطأت التقدير. حاول مرة ثانية. حاضر. تسديدة راسية مذهلة. جميل، ما هذا الذي تفعله؟ غريب جدا، مع أنني أنفذها بإتقان دائما. شاهد. يبدو أنني نسيت الفرق بين التمرير والتسديد. مروان، أرنا إعصار التنين. إعصار التنين. أقوى مما توقعت. مرة ثانية. هيا إعصار التنين. لم نستطع إعادتها. لعلي وقعت في خطأ. لا، أنت لم تخطئ في أداء دورك، وأنا أيضا. إذا ما هو السبب؟ ما القصة يا شباب؟ ها، فلنعود إلى التدريب وتذكروا دفاع منافسنا. أنا لا ألاحظ جدية في التدريب. معك حق يا آنسة، لا يمكنهم إحراز الهدف بركلة هزيلة كهذه. نشاطهم ليس على ما يرام. ليس هذا هو السبب. ألم تشاهد شاهر عندما نطح الكرة برأسه؟ تؤكد ملحوظاتي أن كل اللاعبين بأفضل حال. إذن لعلهم فقدوا الثقة بأنفسهم. ترى هل نعود إلى ملعب التدريب السري؟ ذاك الملعب هو السبب. ما الذي تقصده؟ أوصل التدريب القاسي قدراتهم إلى مستوى كبير جدا. لكنني لم أفهم قصدك يا سيد ظاهر. صارت قدرة أجسادهم عالية، ولكن اللاعبين لم يشعروا بذلك. بمعنى آخر، إنهم لا يحسنون استثمار طاقاتهم لتنفذ حركات تحتاج إلى قوة الجسد والطاقة العالية. مشكلة، لن يصلوا إلى نتيجة في هذه الحال. طاقة اللاعبين تهدر من هذه المشكلة. لم يبقى كثير على مباراتهم أمام فريق أبناء الجبل. عليكن الاهتمام بأمور اللاعبين كالعادة. مفهوم. هيا، وقت الاستراحة. تعالوا واشربوا عصير البرتقال، لدينا برتقال بالعسل أيضا. يا آنسة، متى تمكنت من تحضير الليمون بالعسل؟ لقد سهرت طول الليل. إذن لا شك أنك تشعرين بالتعب. واجب أن أسهر على راحة اللاعبين حتى يفوزوا. يا شباب، فلنعد إلى التدريب. هيا. نحن لا نعلم إن كانت هناك مكيدة أم لا. صحيح. إذن ليس أمامنا إلا الحذر. شكرا على تنبيهي. عفوا.
هل سنخبر اللاعبين؟ الأفضل ألا نشغل بالهم. اسمعي، عامر يعلم بالأمر. عامر؟ صحيح أنه يظهر بمظهر الجاهل أحيانا، إلا أنه يدرك قيمة البطولة ويدرك أن الخطر يكمن في مكان ما. عامر، هل تنوي اختراق خط دفاعهم حقا؟ بلا شك سنخترقه ومن الوسط. وهل ما نملكه سيفي بالغرض؟ لا داعي للقلق، نحن نتقن تسديد طائر اللهب البركاني وسقوط الرعد أيضا. أنا لست واثقا. بالإرادة القوية لا شيء مستحيل أبدا. ما رأيك يا شاكر؟ نجرب الخطة الثلاثية. كيف لي أن أنسى تلك الخطة؟ ولم لا؟ ماذا؟ الخطة الثلاثية؟ خطة مضمونة كنت أنفذها مع اثنين من أصدقائي اللاعبين. الخطة الثلاثية؟ أفهم من كلامك أننا في حاجة إلى ثلاثة لاعبين. نحن نتدرب ولا مشكلة أبدا إن جربناها. كنا ننفذ الخطة الثلاثية بالاشتراك مع صديقنا مجد، وكان لاعبا ماهرا جدا. صحيح، كنا نعلق الآمال على مجد في كل المباريات التي شاركنا فيها، فقد أحرز معظم الأهداف. لاعب موهوب جدا، لذلك لقبوه بعبقري الكرة. لقبه عبقري الكرة؟ هذا مذهل. تحمست للقائه. ما رأيكم يا شباب أن نزوره يوما ما؟ لا مجال لذلك. تعرض لحادث، لكن شاكر يمكنه أن يعلمكم الخطة الثلاثية، أليس كذلك؟ سأحاول تذكرها. أظن أني نسيتها. كيف لك أن تنساها؟ لم أنسها ولكنها صعبة الشرح. انظروا. أولاً، وماذا بعد يا شاكر؟ ها؟ وهنا تتجمع القوة كاملة. هل فهمت؟ صحيح، الآن فهمت. خطة رائعة. سيد، لماذا تختبئ هنا؟ ألا تعلم أن هذا التصرف غير لائق؟ أجمع المعلومات، هذا الأمر ضروري جدا لي. علمت بما حدث، نتيجة قاسية، أشعر بالحزن. حزنتي؟ إذا ماذا أقول؟ تعرض فريقي لخسارة مذلة ولم أستطع فعل شيء يذكر. أحس أنني فاشل، أنني أقصد. لاعب واحد ينفذ ركلة كهذه. أجل، إنه زين. أرجوك يا زين لا تتسرع، فأخي لم يكن يقصد التجسس على فريقنا، صدقني. هكذا إذن، صدقني أرجوك. تعال. هيا. هل أنت غاضب جداً؟ أجبني بسرعة. نعم، وأريد أن أرد الدين إلى العواصف. وما الذي يمنعك؟ مستحيل. كيف أرد الدين وقد خرج فريقي من التصفيات؟ هناك طريقة لتطفئ نار غضبك، هيا. أستطيع مساعدتك؟ يبدو لي أنك لا تعرف القائد عامر حق المعرفة. عامر يستحق أن تقف معه وتدعمه. هل أنتم مستعدون الآن؟ سيدي، هل يمكنك الانتظار؟ نحن جميعا مستعدون يا أستاذ. لا، ليس بعد، هناك شخص قادم. من يكون ذاك الشخص؟ أرى كل اللاعبين هنا. لحظة، أين هو جميل؟ في الحمام. ها؟ لن يتأخر جميل، نحن مستعدون للمباراة. لا بأس يا شباب، سأمهلكم 3 دقائق للدخول إلى أرض الملعب، وإلا عددنا النسور خاسرا.
أخبرنا ما القصة يا أستاذ. ما الذي تنتظره؟ لا أصدق أن فريقنا قد يستبعد من البطولة. مستحيل. هل نسيت يا عامر أنك القائد؟ قل شيئا للمدرب. أنا لا أعرف السبب. إن السيد ظاهر مدرب الفريق، هيا نفذوا أوامره. دقيقة واحدة. أرجوك سيدي، فريقنا مهدد بالاستبعاد. اهدأوا، لا شك أنه قادم. ولكن من هذا القادم؟ كل اللاعبين هنا يا أستاذ. لا داعي للتأجيل أبدا، نرجوك. 30 ثانية. ماذا تنتظر؟ هل هو لاعب سينضم إلينا؟ ها قد وصل. الزي الرسمي لفريق النسور. أجل، صدقوا ذلك، وقد جاء ليشاركنا في اللعب ضد فريق أبناء الجبل. صار النسور أقوى مما كانوا عليه، ولكن كيف ستنتهي مباراتنا القادمة؟ تابعونا لتروا ما سيجري. إلى اللقاء. عاش فريق النسور.